السلام عليكم، انا رجعت معكم عاوتاني في مطبخ دنيا مع خواتاتها. اليوم غادي نقدم لكم بوزروك بالقشره نتاعو على الطريقه الطليانيه. كيطيب غير بالزيت والملحه والقزبر والسودانيه، يعني بيض تيقولوا ليه. كتشدو هذا بوزروك بالقشره نتاعتو، هادو عندي جوج خنيشات، ما عرفتش العبار ولكن عندي جوج خنيشات صغار. كتشدو بوزروك كتغسلوه في الاول ملي كتشريوه، وكتشدوه تحطوه في طنجره وتخويو عليه الماء كيكون قدو قد الماء في الوجه ديالو. كتخليوه فوق العافيه حتى كيطلع الغليه. ملي كتطلع الغليه كطفيو، صافي راه طاب. كتخويو الماء، كتخويو بوزروك، كتقطروه في الكسكاس ولا شي حاجه فاش كتقطروه، ومن بعد تكبو عليه الماء بارد وتبقاو تشلوه باش لا كانت شي رمله ولا شي حاجه. كما قلت لكم كنستحقوا بوزروك. ثوما انا عندي 4 الفصوص هنايا وعلى حسب المذاق، كاين اللي كيبغي بزاف الثومه كاين اللي ما بغيش. المعدنوس مقطع هكا غليظ ماشي رقيق، والسودانيه على حسب المذاق، والزيت والملحه. كنديروا الزيت في الطنجره ديالنا، ها هي كتغلى. كنلوحوا بوزروك ديالنا كما كتسمعوا، كنزيدو الثوم عليه، ثوم، كنزيدو السودانية ديالنا، كنزيدو المعدنوس والملحة على حسب المذاق. كنستناو حتى صافي، كتبقاو تحركوه هكا، مكيستحق بزاف تاع الوقت حتى كيطيب. خمسة دقايق وصافي تفو عليه وتحطوه في الطبق الرائع التصوير. وبوزروك ديالنا طاب، هاهو دابا غادي نمشيو نقدموه. نتلاقى معاكم في التقديم. السلام عليكم، احنا رجعنا بعد ما طاب بوزروك ديالنا. ها انتوما كتشوفوا كيفاش يتقدم. اللي كيعجبو دابا دي طريقه جديده، اللي كيعجبو ياكل بوزروك كنهزوه هكايا هو منسم وبالصحه والراحه. الى عجبتكم الوصفه ديروا لنا لايك، ولا كنتو عارفين شي ماكله طليانيه وبغيتوها تاع الحوت تاع الباستا تاع اي حاجه كتبوا لي، خليوا لي كومنت وديروا لي لايك وسبسكرايب وبالصحه والراحه، ومره اخرى ان شاء الله.